ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. أثار مقطع فيديو قنطرة بضواحي الظلال تداوله النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك موجة من السخرية والاستنكار الواسعين. المقطع الذي توصلت به ماروك أخبار يومية يظهر سيارة للنقل المزدوج يغامر سائقها من أجل عبور قنطرة تميل نحو السقوط بعدما تهاوت بشكل جزئي بسبب حمولة الوادي. مصادر من إقليم الظلال كشفت لماروك أخبار يومية أن القنطرة التي توشك على الانهيار توجد فوق وادي الخضار بنفوذ جماعة أيت ماجدن، مشيرة أن المنشأة حديثة وقد انتهت بها الأشغال قبل نحو 8 شهور فقط. وتبعا لذات المصادر، فسكنة عدد من الجماعات بإقليم الظلال تجد صعوبة في عبور الوادي المذكور، كما يغامر أصحاب عربات النقل المزدوج بأرواح العشرات في انتظار تدخل للمسؤولين لإصلاح القنطرة وقبلها محاسبة المتسببين فيما آلت إليه. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.